بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. الفيديو هذا باش نحكيه فيه على الأزمة الجديدة في كرة القدم التونسية، استقالة لجنة التحكيم وكذلك القرار اللي اتخذوه الحكام بمقاطعة مباريات البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية. وباش نرجع زيادة ونحكيه على العقوبة المضحكة، عقوبة الكاف للأهلي المصري بعد أحداث مباراة الترجي الرياضي التونسي في مصر وأحداث مباراة نصف نهائي ضد مازيمبي الكونغولي. باش نرجعوا باكثر التفاصيل عن هذه القرارات والعقوبات. كملوا معانا الفيديو للاخر وما تنساوش كالعاده دعم القناه. إذن أزمة جديدة تضرب كرة القدم التونسية وقرار مفاجئ وماهوش مفاجئ من لجنة التحكيم، لأن لجنة التحكيم هذه كانت واضحة منذ تولي هذا المنصب برئاسة ناجي الجويني. كان عندهم يعني استراتيجية واضحة وكان عندهم خطة عمل واضحة وكذلك وعود للحكام من أجل تحسين خاصة الوضعية المالية للحكام هذا، ويأخذوا خاصة المستحقات متاعهم اللي عندها تقريبا 3 سنوات الحكام ماهمش خالصين. وعود هذه كما قلنا ما نجمش ناجي جويني واللجنه اللي معاه يحققوا المطالب نتاع الحكام، هذاك علاش خير الاستقاله. بطبيعه الحال ما نحكيوش على الكواليس والضغوطات والمشاكل اللي تعاني منها الحكام في بطولتنا. صحيح احنا كجمعيات ديما مضى بينا نحكيو على السلبيات نتاع التحكيم، وديما يعني اسهل حاجه في الكره التونسيه انك تتهجم على حكم ولا يعني تحكي على حكم تسب حكم، متعودين بالشيء هذا. ولكن صراحة الظروف متاع الحكام في تونس ظروف سيئة وسيئة جدا، كيف زاد المشاكل متاع كرة القدم إذا ما يبداش فما تحكيم عادل، يبدأ فما تحكيم نظيف ويبدأ فما تحكيم خاصة يعني يبعد عن كل الشبهات. ما نجموش نشوفه بطولة، ما نجموش نشوفه مباريات تتعدى في أجواء ممتازة وكل حد ياخذ حقه. هرسلة من كل الأطراف ومن كل الفرق تقريبا على الحكام. أي إنسان فاشل، أي جمعية فاشلة، أي جمعية تحقق نتيجة سلبية، جمعية تبدأ مش في نهارها، ما نعرفش عندها مشاكل بالجملة، تعلق الفشل هذا كل على التحكيم. ديما التحكيم هو كما يقولوا بالتونسي مثل البهيم القصير يعني متاع الكرة متاعنا. أي حاجة لصقها في التحكيم وتو الجمهور يسكت، وعمل شوية أفلام ومسرحيات قدام الكاميروات وقدام التلفاز، تو الناس كلها تصدقك والناس كلها يعني يعملوها كما الحربوشة أو الزريقة باش ينسيوا الجماهير متاعهم. ولكن فما مشاكل حقيقية في قطاع التحكيم، فما حاجات لازمها تتصلح. يسيرتو يعني الاستقلالية الكاملة للجنة التحكيم وللحكام هذا أكيد مش نلقاوه في تونس، لأنه نعرفه ما فماش فريق تقريبا في تونس، مش ما نقولش الكل 90% من الفرق التونسية يعني داخلة في المعمعة هذه. كل فريق عنده الحكام بتاعه، كل فريق عنده حكام تزفر له وحكام ما تزفرلوش، كل واحد كما قلت لكم يحاول يضغط بطريقته، طريقة مباشرة وإلا غير مباشرة. ولكن يكذب عليكم اللي يقولكم أنه التحكيم في تونس مستقل وما فيهش تدخلات وما فيهش خاصة لوبيات، لأنه قطاع مهم، لأنه قطاع قادر يحدد مصير عديد الجمعيات وقادر أنه يهز البطولة التونسية إلى منحة يحبوه بعض الأطراف. خاصة الموسم هذا شفنا ضغوطات كبيرة على لجنة التحكيم وشفنا ضغوطات كبيرة على الحكام، وبدينا تقريبا من الجولات الأولى في المسرحيات وفي الأفلام كما بينانتي الترجي الرياضي التونسي ضد الملعب التونسي اللي شفناه يعني بالفيديو اللي صورته ترجي بليس يعني من زاوية خلف المرمى، وضحت انه ضربة الجزاء هذه صحيحة ولا غبار عليها. استغلتها بعض الاطراف كما قلت لكم، بعض وسائل الاعلام باش تروج على انه ترجي الرياضي التونسي تحصل على ضربة جزاء ماهيش صحيحة، وباش يصير الضغط على الحكام بطريقة غير مباشرة في كل مباريات الترجي. هذا مثال بسيط لاني نتابع في الترجي الرياضي التونسي كيف الفرق الاخرى. كما قلت كل الفرق تستفاد من التحكيم، ويكذب عليكم اللي يقول لكم لا راهو التحكيم يزفر لجهه معينه كما قاعدين يروجوكم تو سنوات انه الترجي الرياضي التونسي هو اكبر مستفيد من الحكام. يكذب عليكم، مش صحيح. الفرق الكل عندها دخل، كلها داخله في المعمعة هذه، كل واحد يجبد ليه، كل واحد ماذا به هو اللي يسيطر على لجنه التحكيم وعلى الحكام. والموسم هذا سجلوه عندكم الفيديو هذا متاعي، لانه في اخر الموسم تو ترجعوا لكلامي، فما فريق يحاول يعمل كل ما بيوسعه رياضيا ولا غير رياضيا زاد
باش يفوز بالبطوله هذه. وتعرفوني على شكون نحكي، وتعرفوا انتم الهيلمان اللي صار على الجمعيه هذه. تقريبا سيف كامل هم يحكيوا على الفريق هذا والمستشهد الجديد وكل حكايات وكل افلام عملونا كياك العام رئيس جمعيه كذلك متخلي عملوا فيلم كامل. وفي الاخر شفتوا شنو صار. كما قلنا بدات الماكينه تخدم من توا. اهم حاجه هما يبعدوا الناس النظاف، اهم حاجه يبعدوا الناس اللي تحب تخدم. كما نجي الجويني انسان كفاءه، صحيح عمل اغلاط، صحيح ما عرفش يتواصل ولا ما عرفش يتكلم في بعض الاحيان وما عرفش يتصرف، ولكن ما شك حتى واحد في قيمه الانسان هذا، القيمه الفنيه العاليه. انسان كفاءه وانسان خدم البر برشا ومعروف برشا، هذاك علاش كما قلنا نعتبرها انا شخصيا خساره كبيره للتحكيم التونسي ولكره القدم التونسيه. مشكله ماهيش في وقت جيد، خاصه الرابطه المحترفه الثانيه باش تنطلق اخر الاسبوع هذا، الحكام يقرروا مقاطعه المباريات في الرابطه المحترفه الاولى والرابطه الثانيه الا بعد اخذ كل مستحقاتهم الماليه المتخلده بذمه الجامعه التونسيه لكره القدم. موضوع للمتابعه، نشوف وين باش يوصل الموضوع هذا. انطلاقه الجوله الاولى في الرابطه المحترفه الثانيه وعوده الرابطه المحترفه الاولى الاسبوع القادم. في موضوع اخر باش نرجع ونحكي لكم على اخر التحضيرات الخاصه بالترجي الرياضي التونسي. تعرفوا انه الفريق قاعد يتدرب في الحديقه باء، عوده معتز الزدام للتمارين. وشفتوا انتم اللاعب هذا يعني في الصور اللي تم نشرها على الصفحه الرسميه للترجي الرياضي التونسي انه اللاعب رجع يتدرب بصفه رسميه كما اعلنا في وقت سابق. اعتماد زاد ميغيل كاردوزو على بعض اللاعبين الشبان، تم تصعيدهم من فريق النخبه باش يعوضوا اللاعبين الدوليين. التحضيرات متواصله، التركيز على الجانب البدني الجانب الفني خاصه. وكذلك من المحتمل انه يلعب الفريق مباراه وديه نهايه الاسبوع هذا، مازال ما تعرفناش على المنافس. فما احتماليه كبيره انه فما مباراه وديه بطلب من المدرب ميغيل كاردوزو. برنامج خاص لبعض الاسماء في الترجي الرياضي التونسي كما معتز الزدام كما يوسف العبدلي. كذلك مكوينا بعد التوقف الدولي باش يرجع للترجي الرياضي التونسي وباش يخدم معاه ميغيل كاردوزو، باش يركز على بعض النقاط ويستغل خاصه القيمه الفنيه العالية لهذا اللاعب. نتمنى التوفيق للترجي في قادم الاستحقاقات وبعودة البطولة إن شاء الله. المباراة نهار 16 أكتوبر باش تتلعب ضد ترجي جرجيس في جرجيس، ثاني تنقل صعيب للترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله يتوقف نزيف النقاط، التعادل الأخير في المتلوي والتعادل في رادس أمام الملعب التونسي. إن شاء الله الترجي الرياضي التونسي يرجع بنتيجة إيجابية اللي باش ترجع فيها الثقة قربوا من صدارة الترتيب. موضوع الأخير اللي حبيت نحكي عليه عقوبة الكاف للأهلي المصري، عقوبة مضحكة، عقوبة أقل ما يقال عنها أنها حاجة تضحك بصراحة. يعني بعد الأحداث اللي رافقت مباراة الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي في النصف النهائي، استعمال الليزر وخاصة يعني الأحداث كذلك رافقت واعتداءات من جماهير الفريق المصري برمي المقذوفات على الفريق مازيمبي. وتعرفوا انتم المباراة هذيك صار فيها بوليميك كبير على ضربة الجزاء المحتسبة للأهلي المصري. الكاف يقرر معاقبة الأهلي ب 15,000 دولار، نفس الشيء لمباراة النهائي ضد الترجي الرياضي التونسي. الناس الكل تبعته وشنو صار لجمهور الترجي الرياضي التونسي قبل دخول الملعب، الأحداث المؤسفة اللي صارت وحاجات صارت لجمهور الترجي اللي تنقل بأعداد كبيرة للقاهرة باش يدخل المباراة هذيك وما تمكنش من الدخول. كيف زاد أحداث صارت الجماهير في الملعب في المدارج، تضييقات كبيرة واعتداءات من جماهير الأهلي المصري على جماهير الترجي، وخاصة المكان اللي اختاروه جمهور الترجي يعني بين جمهور الأهلي المصري. فما صارت اعتداءات كبيرة وصار رمي مقذوفات على الجماهير. الكاف كذلك يقرر معاقبة الأهلي في هذه المباراة ب 15,000 دولار، يعني في زوز مباريات هذم 30,000 دولار. مباراة مازيمبي سلوك غير رياضي، ومباراة الترجي مخالفة تسويقية. هذه العقوبات الصارمة من الأهلي المصري، 30,000 دولار في زوز مباريات، وزيد على هذا بإمكانهم الاستئناف في ظرف 72 ساعة. معناها ينجم الأهلي المصري يستئنف العقوبات هذه والقرارات هذه ويخفض يمكن من العقوبة ولا تتنحى جملة وتفصيلا. هما كانوا ينحيوا أخير، معناها 30,000 دولار حكايه فارغه. معناها شنو العقوبه اللي عملتها، ولا شنو يعني الردع اللي عملته للفريق هذا بعد الاحداث اللي رافقت زوز مباريات كما قلنا. علاش حبيت نحكي على العقوبه هذه وعلاش حبيت نحكي على الكاف؟ لانه
ديما نحكيه وراه الكورة في العالم تبدلت، وخاصة في إفريقيا. إذا ما تكونش عندك ناس تضرب عليك، إذا ما تكونش عندك ناس تكون تضرب الطاولة كما يقول وتدافع على مصالح الفريق نتاعك، كما كان السيد طارق بوشماوي قبل اللي كان يدافع على الفرق التونسية الكل. تعرفوا أنتم بوشماوي شنو صار له من طرف وديع الجري، عمل كل شيء باش يخرج طارق بوشماوي من الكاف، كان رئيس لجنة التحكيم وكان في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، وكان يدافع على الفرق التونسية كما تعمل الناس الكل. نعرف انه مقر الكاف متواجد في القاهرة، نعرف انه الاهلي المصري يعني عروقه ممتدة في الكاف، هذا مش غريب علينا وهذا نعرفوه الناس الكل. صحيح الاهلي المصري فنيا فريق محترم وفريق عريق، عنده ناس اخرى تخدم عليه وعنده كواليس وعنده لوبيات تحمي في مصالح الفريق هذا. كان جات درجة رياضي التونسي وصارت الاحداث هذه في زوز مباريات، راكم شفتوا العقوبات اللي عمرها ما صارت، ومش عارف يمكن راه ما نحاول ترجي جملة من المشاركة في بيت الأبطال الإفريقية مدى الحياة يمكن. وتعرفوا ايش صار في السنوات الأخيرة والعقوبات اللي صارت على الترجي الرياضي التونسي. احنا للأسف في تونس ما نحبوش الخير لبعضنا، ديما نحبوا نضربوا بعضنا، ولكن هذه مصلحة الناس كل، مصلحة المنتخب بدرجة أولى وكذلك مصلحة الفرق التونسية متاعنا، لأنه إذا ما تكونش فما ناس تدافع عليك راك ما تنجم توصل لحتى شيء. للأسف ناس يمكن تقول لك لا حط أنت الكورة في الشبكة والتحكيم ولا الكافة ماهوش باش ينحيلك، ولكن فما ظروف أخرى، فما كواليس أخرى مانيش باش نرجع لها. توا تعديت وسيء تاريخ قيد أنه الأهلي المصري توج باللقب، ولكن ضربة الجزاء غير محتسبة للترجي الرياضي التونسي والأحداث اللي رافقت المباراة هذه وكل يعني متعرفوا انتم شنو صار بالضبط. واخيرا وليس اخيرا انكم شفتوا انتم العقوبات اللي يعني ذر الرماد على العيون، عقوبات مضحكة عقوبات سخيفة عقب بها الكاف الاهلي المصري. صح عليهم يا اخوي مادام عندهم ناس تدافع عليهم، مادام عندهم ناس واصله كما يقولوا في الاتحاد الافريقي لكره القدم، صح عليهم. اذا متابعينا الكرام، متابعي بكام سبور، هذا شعرنا في فيديو اليوم. نوصيكم ديما على دعم القناه، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد، وتتابعوا صفحتنا على فيسبوك انستغرام تيك توك وتويتر.